الف مبروك يا كرابيلا. قول كلمه لجمهور الاهلي يا اسطى. قول كلمه محمد محمود. انا الف مبروك يا رجاله، والف مبروك لجمهور النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله دايما كده من الانتصارات، ودي يعني حاجه متعودين عليها، ودايما رجاله كده، وربنا يحفظ بنا اهم حاجه، وان شاء الله نعمل حاجه باذن الله ونرجع باي حاجه زي النادي الاهلي. الاهلي هياخد كاس العالم للانديه يا كراميلا؟ ان شاء الله هناخده يا جماعه. خلي قول يا رب. خلي محمد اشرف يكلمه. حبيبي كراميلا، كراميلا حبيبك حبيبك حبيبك. شريف مين يا عم؟ اسمه اشرف، اسمه اشرف. محمد محمد اشرف. ايوه حبيبك كراميلا. حبيب I miss you. طيب الله I miss you so much. I miss you too. I miss you three. I miss you four. مستنيك. ها انت معاك التأشيرة؟ انا قلت له معاك التأشيرة؟ معرفش يا معلم، بس انا عايز ايه؟ طب تقدر بس ولا هيبقى تعب عليك؟ طب بص هكلم الدكتور، لو ينفع، لو يعني كويس بالنسبه لك مفيش مشكله، مفيش اي الم في اي اتجاه، خلاص هجيبك بكره او بعد بكره. خلاص ماشي يا حبيبي، ماشي يا حبيبي.